يعني اللي انا شفت هذا مو مباراه كره قدم. ما يصير ثمان لاعبين بالملعب واخطاء فادحه، وكل مره حكام من برا، وكل مره اخطاء متكرره من الحكام. ما ادري من يتحمل المسؤوليه، ودائما السالميه هذه ظروفه. لكن ان شاء الله الرجال فيهم خير وبركه، ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله تتعدل الامور. يعني تشوف ان التحكيم اليوم ظلم نادي السالميه؟ مو اليوم، كل ما جابوا لنا حكم اجنبي نفس المشكله. قبلها من البوسنه، قبلها مع من الدنمارك، وقبلها الحين من استونيا، ما ادري من وين، ما ادري من يجيبون الحكام هذول. يعني خلونا يعني اذا كذي المستوى، لا والله خلونا على حكامنا، حكامنا ما فيهم شيء، بالعكس هذول قاعد يؤدون مباريات زينه، كثر الله خيرهم. يعني انا رسالتي اوجهها للاتحاد الكويتي، يعني خلونا على حكامنا والمحليين، ابرك من هذول اللي قاعد يبون، ما ادري من وين قاعد يبون للامانه. خرب المباراه، يعني الكل الجمهور اللي حاضر اللي متوقع ان المباراه تكون اجمل من هالطريقه هذه، لكن الحكم للامانه خرب المباراه بقراراته الخاطئه. للعلم يعني طرد حارس المرمى، الفار نادى الحكم وقال له تعال شوف، يعني ما تستحق الطرد. ف نقول هارد لك نادي السالميه، ولكن قد لك على المستوى والاداء، وان شاء الله معوضينها في القادم ان شاء الله. بالنسبه لي التحكيم علامه استفهام كبيره. سؤال مهم، هل نثق بالحكم الكويتي المواطن ولا ما نثق فيه؟ القدرات المالية ما بين الأندية متفاوتة، نادي يملك استثمار ونادي لا يملك استثمار، نادي يملك المادة ونادي لا يملك المادة، هل نعطي النادي اللي يملك المادة الصلاحية أنه يأتي بحكام أجانب، والحكم الأجنبي على علم أن اللي دفع الفاتورة هو النادي الفلاني؟ أكيد عدم عدالة واضحة. أنا بالنسبة لي ما في عدالة في المباراة هذه. وين دور الاتحاد؟ السؤال هذا انت تساله. شفت المباراة السابقة صارت حملة على الحكم الكويتي سعود السمحان والكثير واحمد العلي، كثير من الحكام حتى بعض الاندية رافضة ان يتولون مبارياتهم. سعود السمحان الخطا كان في بمشعل، كان سعود السمحان في مباراة السالمية عدل؟ انا مدرب نادي السالمية واقول لك سعود السمحان من احسن الحكام اللي موجودين في الكرة الكويتية، واللي له مستقبل وبيكون حكم في احد كؤوس العالم القادمة. انا اتحمل كلامي، لكن الحكم اللي موجود اليوم ذكرني الجزء الثاني مباراة النصر والكويت اللي كانت في ملعب النصر الموسم اللي فات. صراحة مباراة يعني ما فيها أي شيء فني. أحب أشكر اللاعبين، الظروف اللي كنا فيها آخر أسبوعين، تعرف عادة فيفا داي عقب الوقفة فقدان 7 إلى 8 لاعبين أو 9 لاعبين مع لاعبين الأولمبي يأثر على أي فريق، ولكن تعرف الكويت كبير، الكبير بلاعبينه، كبير برجالاته، كبير بمسؤولينه. استطاع رئيس النادي وايضا كابتن عادل عقله نائب رئيس الجهاز ادخال اللاعبين في جو المنافسه وزرع الروح فيهم، وهذا ما بين من اول 5 دقائق سجلنا جول، حصلنا طرد، وقمنا نهجم ونهجم ونهجم، والحمد لله رب العالمين لما انتهت المباراه بنتيجه 3-1. الحمد لله، اكيد فوز يديك دافع مهم جدا في الدوري، واول مباراه في البلاي اوف تكسبها قدام فريق كبير نفس السلميه وتحقق الفوز، ده اهم حاجه، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله.